وتنظن بان خصنا نتفاهموا علاش هي تعميم المنحه. الا كان تعميم المنحه هي نعطيوها لجميع الطالبات والطلبه، تنظن بان خصنا نفكروا فيها مزيان، وانا شخصيا ما متفقش عليها. خصنا نعموا المنحه على الشباب اللي جايين من وضع هش، ما نكونوا متفقين. اما ولادي ولا ولادنا اللي لاباس عليهم، تنظن ما غاديش نعطيهم منحه. غادي ياك جبت ولادنا من فضلكم رجاء السيدات والساده النواب، خصنا غير نعرفوا خصنا غير نعرفوا شنو هو التعميم. الا بغينا نقولوا التعميم ديال 1,240,000 طالبه وطالب، تنظن بان هذا راه ما يمكنش نهائيا، وتنظن بان ما خصناش نمشيو في التوجه. خصنا ما نغلطوش الناس، خصنا نمشيو في واحد التوجه ديال نشوفوا الناس اللي ما فحالهمش نوصلوا لهم المنحه ديالهم، وربما خصنا نفكروا كيفاش نعاونهم باش يقراوا. المنحه راه ما كافياش، راه تكلمت عليها قبيله، المنحه والسكن بالنسبه للشباب اللي ما فحالوش. شكرا.